ازيكم يا رجالة؟ اتمنى تكونوا بخير. دلوقتي نزل لعبة تانية مجانا، هي تمنها $30 على بعض المتاجر، لكن على ايبك تمنها $14. هي دلوقتي حاليا نزلت مجانا لمدة يوم، اليوم ده هتقدر تضيف اللعبة على حسابك وهتبقى معاك للابد على طول. هي اللعبة تقريبا من العاب السولز، اسمها مورتال شيل. كل ما عليك طبعا هتيجي على كلمة احصل علي او جيت بالانجليزي، هتكليك عليها زي ما انتوا عارفين، حمل الاوردر بتاعك، هتوافق على سياسة الاستخدام بتاع شركة ايبك جيمز وهتقدم طلب شراء. بيقولوا لي شكرا طبعا، خلاص تم ارسال الايصال كده، هي معايا اهي جاهزة. لو جيت على المكتبة نزلت تحت موجودة اهي مورتال شيل جاهزة للتثبيت، ممكن العبها في اي وقت. خلاص كده انا اللعبة معايا للابد، بس الحق ضيفها معاك، هي يوم واحد المتاح ان انت تضيف اللعبة فيه وبعد كده تبقى معاك على طول. وطبعا لو انت ما عندكش كمبيوتر دلوقتي او لسه تشتري كمبيوتر، طبعا ممكن تخش من علي متصفح عن طريق الموبايل مثلا وهتكتب ايبك جيمز، هتخش على الموقع عادي جدا، هتسجل، هتعمل تسجيل دخول، تعمل تسجيل دخول بايميلك عادي جدا. بعد ما عملت تسجيل دخول تنزل تحت تلاقي اللعبة ايه مورتال شيل، تكليك عليها، تعمل نفس الخطوات اللي عملناها على برنامج ايبك جيمز. طبعا هيكون بدل الكلمة دي كلمة جيت او احصل عليه، هو جايبها لي انها ان لايبرري، لان هي في خلاص في المكتبة عندنا، ضفتها خلاص وخدتها. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو طبعا يا جماعة، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش في القناة لحد دلوقتي. ومسا فخم جدا جدا عليكم يا شباب.